ده اللون اللي بقول لحضرتك عليه اهو، ده لون ازرق. انا بصوره لك بالليل دلوقتي عشان تشوف. ايوه فرق الاضاءه لما بتنزل على جسم السياره، شوف بيزرق. شوف الزاويه، بعدين نشوف من ورا هنا. تمام، شوف من بعيد بيسود ازاي. ده لونها اسود. تمام، تقرب منه دي لك درجه لونها ازرق. ده شكل رنجات، الاختلافات اهي. طبعا الشبك الاسود اللامع، الخطين دول اللي هما الدخاني، شعار الشيفروليه المضيء. تمام، الهوكات الحمر زي ما حضرتك شايف. طبعا غير الاير سسبنشن، ده وصل حديد. هنا عداد ديجيتال، شاشه طبعا كامله. الباقي طبعا فيها طبعا شاشتين، اللي هي الشاشتين الخلفيات، شحن سلك للتليفون، الابل كار بلاي، الواي فاي. تمام، ده بتاع الستين الخلفيين، بينزلوا من هنا من عند السايق. الثلاجة والفريزر طبعا. من ورا كمان تاهو مكتوب اللون الاسود. تمام، ده شكلها مرة تانية اهو.